متوقعين أن تكون مباراة صعبة، كنا متوقعين أن كنا دارسين الفريق تاع أسفي مزيان، دار بداية موسم جد مميزة، الشوط الأول بديناه في بديناه مزيان كما بغينا حنا، ضربنا على الخصم، جانا البيت، عودة خلينا البيت بلاريتي كان حلقة تاع اسم اللي عندنا بلانتي دايرهم انا بالاسم اسم اسم كانت فما خطا فما الشوط الثاني مشى مزيان حتى الدقيقة يعني حتى خدينا البيت البيت فاطر كان يعني قاتل في وقت قاتل وكنت حذرت ولادي على لي كونت حذرتهم على السرعة تاع اللاعبين تاع أسفي لكن اليوم الشيء اللي كان يعني لافت النظر عندنا وكان كان إينيدي عندنا هو الدفاع لأن اليوم أنا لعبت بغير ثلاثة مدافعين أساسيين كريم بعدي مصاب من المباراة الأخرى ومساوي مصاب وعندي ركراكي معاق يعني كانوا عندي تروا ديفونسور خارجين وليت لعبت سيميني اغوش هو درواتي ولعبتو اغوش اللي حنا ما عندناش ولعبت بكر هلالي ولعبنا على كل حال مبروك للاسفي كانوا بيان جو لو كو كنا قادرين نسجلو قبل ما يسجلو لنا هما لكن اونكور اون فوا الحظ دار 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 كمل هو كل المغرب عارفين ان السعيد لكن هل هناك من سؤال اخر سي انس ثم سي انس تفضل يا استاذ المره الماضيه في الاسم المنظمه في قطاع بيت السعيد انس ايما 24 ومن ديال الصين سيدي الشيخ اول حاجه الفعاليه كنشوف فينا غلط على هذه المباراه هذه اذا ما كتشجعني كتشجع عليك المباراة الأولى كانت مشي اليوم كنشوفوا رغم حضور ديال الجماهير كنشوفوا بأن الفعالية غابت كنشوفوا بأن المباراة كانت ممكن كانت متناول ولكن للأسف الحقيقة التالية كتشجع نعم هذا كلام واقعي مش عارف اللي شاف المباراة كانت كاينة إمكانية باش نفوزوا وكانت يعني اللاعبين كانوا في مستوى حتى 60 70 دقيقة والله كنا ضاغطين في الشوط الثاني شادين الماتش بين يدينا وضاغطين وكان البيت ديالنا يعني دور لكن احكام كرة القدم الوقت ما سجلتش بطبيعة الحال مش عارف نعم استاذ فنوان عبد الرحيم باري جريدة المنعطف والحدث الافريقي انا عندي الاولى بعدا كان نقدم واحد التهنئه باسم جميع الجسم الاعلامي في الجهه الشرقيه بعد الفوز ديال سيبيركوب يعني مبروك علينا كاملين في مدينه بركان لا في جميع اقاليم الجهه الشرقيه ان شاء الله يكون هذا فاتحه خير على هذا الفريق هذا باش يستمر ان شاء الله علاش ما يمشيش يدي البطوله ويلعب ليك ثانيا عندي واحد جوج اسئله السؤال الاول لقد لعب فريق اولمبيك اسفي بطريقه اللعب الواقعي وبتمارير ثنائيات بسيطه بينما فريق النهضه بالغ في الاحتفاظ بالكره واللعب بالنزعه الفرديه مثال لاعب رقم 11 هل فكرتم في احداث تغييرات على المستوى التقني والنزوح اكثر الى اللعب الجماعي عوض الفردي كمثال لاعب الفحلي الذي كان يحتفظ بالكره ويبالغ في المراوغات وتختتم الكره عند الخصم هذا السؤال الاول السؤال الثاني شكون اللي كيختار اللائحه تاع اللاعبين اللي كيلعبوا واش انت ولا اعضاء المكتب بالنسبة للسؤال هو السي باريج فيدخل في ضمن الميثاق الإعلامي نشكرك عليه أما السؤال الثاني فلك أن تسأل أعضاء المكتب نعم المدرب هو المسؤول تفضل يا أستاذ والله ما عرفتش أسئلة في السؤال قول عاودي نعم لقد لعب فريق اولمبيك اسفي بطريقه اللعب الواقعي
وبتمرير ثنائيات بسيطة، بينما فريق النهضة بالغ في الاحتفاظ بالكرة واللعب بالنزعة الفردية. لكن كان فريق أسبي كان متكدس يعني الوقت، وقت اللي دخلت غير درنا تغييرات هجومية، خرجنا ميليو ديفونسيف دو ميليو ديفونسيف، دخلنا دو ميليو اوفونسيف ودخلنا مهاجمين ثلاثة واحد اخرين. لكن هذا حد حكام الكرة هي اللي بغات هذا الشيء. السؤال تاع هذه الادارات دير لي نعم الاداره كل يوم دير لي هي الفريق اللي انا نجي برك نوقف معاهم هنا ونمشي. عجبك السؤال الجواب؟ لا صح. شكرا. هل هناك من سؤال سي بلال؟ لا فيها كاع القطع الصغيرة. كامل حنا نحضروا في الفريق، بصراحة حضرنا تحضير كيما حضرنا الميديا تحضرنا للأسئلة، بدون يعني ما كلام رسمي. الفريق كان حاضر ماشي قادرين نلعبوا ديالو، اللاعبين أدوا اللي كاين، لو كونتر طون اللي جا في البيت اللي تماركا جانا في وقت قاتل، وكنا يعني محذرين روحنا على الشيء هذا. لان صراتنا مع الهلال عاودنا قلنا اللاعبين ما يصراش يصرنا مع الهلال. هذا هو اللي كان لو مون باس، كان هذا اللي يكون كنا لا بريف كنا ضاغطين على الدوزيام ديالو، كنا ضاغطين كان البيت ديالنا يدور. لكن ما كانتش الفعاليه المعينه، ما كانتش كنت نتمنى لان قطعها يجوزوا اللاعبين، لان الوقت اللي تلعب ضد كما قال الاخ رامي لعبوا فردي، الوقت اللي تلعب ضد الفريق متكتف كنا نخرجوا الكره ونروحوا الان كونتر في لي 20 متر. لازم باش تجيب لي في 20 متر بيان سور تجيب فوت تجيب بيناتي تجيب حاجه، لكن البيت اللي بعثر الاوراق ديالنا يعني ولو كنا يعني محضرين روحنا على الكونتر، محضرين روحنا على خلينا على الكونتر كان فاطال دوماج الفريق ديالي.